تفهمش كده. السلام عليكم، كنت بان ديالنا كي دايرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم مجموعين حنا البنات معنا لالا دريس، هي الله يكثر خيرها والله يطول لها في عمرها يا ربي، راه جالسه في بلاصه امي وخالتي يامنا امين. عاوننا علاش قضيه الدار اليوم؟ حنا راه كنفرشوا الدار وكنقادو نتولوها باش ملي تخرجتيش ان شاء الله من الكلينيك يكون كلشي نقي ومتول، حتى اذا جا شي شي في بالك يكون يعني داكشي كله 5 سنتيم. ومرحبا بلالا دريسيا، نهار كبير لالا دريس رجينا فيه. ربي يخليك والله الا نهار كبير، نورتي لنا الدار لالا. والله الا على كل فرح، حتى انا ملي سمعت هذه تيتي تولدت فرحت بزاف كاع. الله يطول في عمرك لالا، تفكيت على خير وبخير، وكنسلم على المشاهدين داخل المغرب وخارج المغرب، كنسلم عليكم بزاف راكم. وتا المشاهدين لالا والله راك عزيز عليهم وكيسلموا عليك. امين. وكيسقسيو فيا، الله يسقسي فيكم الخير احباباتي. لالا غيكون هذا فهاد السبوع شي مرشوش ولا والو؟ غيكون شي مرشوش؟ دابا حنا ان شاء الله جيت انا صيفطوا ليا، باش جيت انا غندير ان شاء الله ملي غتكون ثلاث ايام غندير شي مرشوش يكون فاعل بحال ديما. ان شاء الله المرشوش غنديرو بصح. المهم تبعي توحشو الطيب ديالك. لا يا خويا على كل فرح. الله يطول عمرك هذا لالا، الله يخطيك علينا. ربي يخليك علينا. وانت فاطمه الزهراء الشمس واجده معنا هذا النهار. هي ديما فاطمه خويا ضروري ما نحضرش في هذا المجمع هذا الزوين، وتحيه للمشاهدين كبيره، وهذا النهار هذا متواجده مع خواتاتي ومع فدارنا الحمد لله، ويعني كنجمعوا باش تجي تيتي تلقى كلشي هو هذاك، ومع الفراش الجديد وكوزينه جديده دخلنا لها والحمد لله، وكلمه الحنونه وتحنان هز الشطره بحال العاده واجده موجوده. قول الله يخطيك حنان وصافي ضروري الا ما صناش ونتما كاملين ونتجمعوا بيناتنا فهاد سميت هاد الفرحه هادي. امين اختي حنان الله يخليك. ما كاينش اللي غادي تكون معنا بيناتنا غير انتما حنان هزه عندنا العصا كتغير تموت وتكتب الشيء. قلت لهم كلشي قلت لهم نوضوا محكوا الكوكوطات محكوا الماء، ما كاين فين تجي محلي ما تعايرنا. الله يعطيك الصحه ودي حنان الله يخليك علينا صحيحه فوصه شد الضحكة عاد جاتكم هذا النهار هذا ابتسامة ديما ضاحكين. تحية للمشاهدين ديالنا في المكانو، كما كتشوفوا هذا النهار كنجمعوا الدار وكنتولوها كما قالت رشيدة، باش تجي ان شاء الله اختي تيتيش ويلقاوها ضيافة زوينة الدار ان شاء الله ومتولة. والحمد لله والله توحشنا اختي تيتيش، خلات علينا الضيافة خاوية والله إلا خاوية. ورجعي لينا تيتيش وكنتسناو عرفتي فارغ الصبر فوق غادي تدخل عندك المخيخيش نشدها. ولا لاحظت ذاك الفيديو الفايته رشيده؟ نعم. هو بزاف الناس ردوا الناس كيفاش كانت تيبكي على طاطا تيتيش وتيقول لها بغيت تمشي معاك والله الا في المونتاج يمشي يشوف طاطا ويشوف مو صغير هو غيمشي انس 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 شنو غنسميو ولد طاطا؟ يزيد يزيد بحكم مش عزيزه عليه تيتيش بزاف وكتهلا فيهم يعني بحال ولادها لي ترى ما كاينش الفرق والله. مشى والله العظيم بقى فيه الحال ذاك النهار وكيبكي، نمشي معاهم نمشي في الطوموبيل ديال عمي حبيبي نمشي معاهم وعطينا حتى المشاهدين تبارك الله ردوا له والله الا في المونتاج شحال حيدت البكا في المونتاج والله الا نقصتو تيغوت تما ما بغاش يتفك مع ياسين كاع المونتاج وما بغاش يتفك مع تيتيش. انا ذاك النهار انا حصه ما حيرتنا نجمعوا تيتيش حوايجها وداك الشيء باش نتبعوها، ما حيرتي في هذاك اللي على طاطا ودابا اشتغلت عنا قال لي دالها وتعرفوا المحبه اللي بين ولادي وتيتيش. واش يقولوا حتى الوليد ديال راه تيشبه انس ما نعرف كيفاش سبحان الله كيما تزاد انس عندهم ديك الحفره هنايا وهكا كتب اول تيتيش تبارك الله. دابا رشيده دابا هي الكبيره في العريسات غادي نخليو لالا الدريس هي تمشي ترتاح في الصالون وتا غنسالي ان شاء الله يا ربي وفاطمه الزهراء غنطلب منها واحد القضيه ديال غادي لنا العشاء يديها غير هو ما غنشوفوش العشاء عندنا في القناه داكشي باش غنعرفوا واحد غنشوفوا العشاء عندها في القناه ديالها. العشاء غادي نديروه مختلف هذا النهار. ها انتم غير متبعين ها انتم غير متبعين. لا 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 هذاك النهار ضحكات على بول حشمي دارت البطاطا بطاطا مسلوقه لا 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 ها انتم غير متبعين ما تعرفوش الزخرة ما غنشوفوا شنو غادي لنا العشاء غايبان لنا. المهم انتم تبعوا الصورة تي في زواتاي ونشاركوا معكم الفرحة. ايوا انا وحنا ندخلوا للكوزينة البنات غادي يديروا فراش وغتخليو لنا لالا دريسية على الراس والعين ترتاح بحالها. لالا دريس
والله ديالها تاع الفورمه ان شاء الله. دابا الكوزينه وبنات فراش جديد صافي على مولانا. دابا غادي نتبع معكم عاد نمشي للكوزينه. لاله غير ارتاحي بحالك، الله يطول في عمرك ويخليك لينا ان شاء الله يا ربي. دابا راه بدينا خويا الحسن قبل ما تجي انت الكاميرا ودخلنا الخشب ديالنا كما كتشوفوها الخشب اللي درنا في بيت الكلاس. بصح بس الزواق هذه اختي رشيده ياك شويه الغبره غنعاودو غير نجيوها. وهذا هو البيت رشيده اللي كنتي قلتي لهم ديك النهار ما عمركم شفتوهم في الرشه، تشوفوهم في الرشه. داك الشيء اللي كان هذا هو بيت الكلاس، وهذا هو اللي قطعنا ديك النهار سميتو. وهذا غتشوفوهم اللي غيتفرج في الكلاس. وانتم متبعين شحال هاد الزواقه داروه اختياري رشيده وحصه. بيت الكلاس درناه ساعه بنفسه. وانت شتي مسكينه الله يبارك لها خير وبخير في هاد الزواقه هادي ديال المحمصه تيقولوا الحمصه ولا شي يقولوا لها الحمصه الحمصه. وغادي نخليو رشيده تمسح وغادي نجيو عند سميتو. انا تبع رشيده بالكراره يلاه دخلنا سداده والقشبي ديال النجار حيت باقي جداد غندوزو الكراره عاد نخليوك يا المدام العزيزه تصايب هادشي بالكراره وغادي نرجع عندك. غادي نمشي عند البنات اللي هي انتم يا المتتبعين راه الدار مرونه وخلات علينا شي تيش اكيد الدار خاويه حتى هي راه بلاصه بقات كبيره. ها الصالون خلاص كيفاش مفرش هنا وداك الشيء موجدين ان شاء الله تيجي كل شيء. لالا ارتاحي بحالك. أييه ولدي تحية سيدي كلالا حنان. أخويا لكن الفوق وقيلا تيبان لي بالمهمة الصعبة أنت وفاطمة الزهراء. معليش معليش راه فرحانين في الحقيقة والله إلا فرحانين بختي تيتيش اللي تزاد عندنا ذاك الوليد ما قدتنا فرحة والحمد لله. كلشي غادي يجينا داير كلشي سهل. الا كان صعيب غادي يجينا سهل عرفتي انا ما غاديش نشد المرانا على فاطمه الزهراء. شوف واش غادير شي حاجه مزيان ولا والو. الكوزينه الجديده هادي وقبلوا علينا راه مازال ما كملات الكوزينه راه غير حنايا قلنا له والو غطلعنا خويا حسن الفوق واخا ما كاملاش لا داك طلعنا الفوق وعجبنا والحمد لله اللهم لك الحمد قبلوا علينا وزوينا راه مازال ما وغنشوفوا هذا اللي صايبوا لنا حنان كي داير. انتم المتتبعين هذا اختاروه فهادشي شحال هذا في المسخة عاد غادي نغسلوه راه حنا عاد غادي. المهم انتم غنوريكم كلشي باش حتى غنقول لهم واش حاد كاين ولا ما حاد كاينش. انتم شوفوا الروينه كلشي مروين راه عاد تنجمعوه شوفوا الروينه شوفوا ان شاء الله واجي تشوف. ايوا انا غادي نشوف والله ما غنسكتش الخطا بلا المتتبعين. المنيوم خلاص اه ايوا الالمنيوم وطلامت يلاه جاونا هاد العشية مشا جابوهم حسن من فاس. إيوا المهم قبلوا علينا كيما حنا. وهاد الكليسة هادي شكون صايبها هنا رشيدة هاد الكليسة هادي؟ هاد الكليسة صايبناها أنا وحفصة هنايا غير ملي كنكونو جالسين مثلا نقيو الخضرة ولا كيكون هنا مزاحمين. تصلى الفطور هكا تصلاح الفطور ولا ومازال إن شاء الله غنفرشوها بشي فراش جديد اللي هو زوين وغتشوفوه إن شاء الله في قناة قناة محبوبة تيفي. وغتشوفوا كل جديد معنا ان شاء الله واي تحركات معنا. ودابا غنخليكم تاخذوا راحتكم ياك. هاد البلاصه ديال الكوزينه عجباتنا فرحانين بها زوينه حنا هاد الكوزينه على التجانب عجباني وحق ربي عجباني. دابا هنا غتوري وحدك انتوما حنا هنايا غادي نسكنوا راني ساكنه معاهم درت الله حالينا اختنا وربي شاهد كاين الفرح كاع في الحقيقه. واخا تنمشي ولادك خصني ضروري نجي وتنبات معاهم ضروري الا ما بتش معاهم ولا خصني ضروري وانا مهم لينا بعضياتنا هو هادي هي اللي تنتمنى ان شاء الله والله يجيب تيتيش على خير وراه بقات بلاصه ام حليمه هنايا ولكن ما نديرو قد بلاصتهم كاملين وتيتيش. فاطمه الزهراء شنو غديري العشاء فاطمه الزهراء؟ البيض وين؟ ها انتم المتتبعين شنو ديال فاطمه الزهراء هادي انت تشوف؟ لا لا الله يهديك علينا واش دابا انت غادي تشوف؟ لا لا جبنا الموي تريسيا باش تلقى الرفيسه كاين هذاك الكاشير وهذاك راه والبنات جيت باش نديرو فيه الساعه هذه ان شاء الله غادي لا فاطمه الزهراء حلوين ان شاء الله غادي نمشيو نديرو ابو الحجوره ما معشيش هاد النهار ديال اللي معاك البطاطا والله صبر لنا اللحم ولا ديرو شي حاجه. المهم ديري شي حاجه في القناه ديالك الله يعاونك. انا ما عندي ما نقول انتم المتتبعين كتشوفوا هنا كيفاش دايره الاجواء هنايا. ودابا هادو هما سميتو راه خلاص وصلت ديال دوك الطلام وغادي نخليكم رشيده دابا تصايبوا المسائل ديالكم على خاطركم. عبد الاله جاي يعاوننا موراك. تحياتي خويا عبد الاله. السلام عليكم. تحياتي للمشاهدين. الدرسيه. الدرسيه الحجويه ياك. الدرسيه الحجويه اخويا. تفضل حدا المهم اخو عبد الاله مرحبا بك والف مرحبا. مرحبا نعاونكم بعدا. سيدي خليك حدا مو شبع منا راه توحشت لها الدرسيه. اجلس معاك نعاونهم بعدا شويه. ايوا عاونهم اخو عبد الاله. انا نحط الكاميرا تعاون. الله يحفظك. لا 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 يخطك علينا. اليوم انا ما خليتيني شي نوض نعاون. لا والو لا لا يا حشومه كاع. شو مالنا؟
ايوا خليو يعاونهم شويه. الله يخطك علينا لالينا وصافي. ربي يخليك اولدي انا. الله يخطك علينا لالا وصافي. دابا المهم الصالون خاوي هنا خوتي، انتم كما كتشوفوا حفصه راه كتدخل دابا البونج ورشيده. ورشيده دابا نخليكم تخدموا شغلكم. داك الشيء اخويا حتى غنساليو وغنشوفوا الشكل النهائي ديال هذا الصالون كي غيجي. ان شاء الله. وانتم متتبعين ما يقولناش عندكم الطوق ولا ما عندكمش. ان شاء الله. ودابا غنشوفوا ذاك النهار شافوهم غير في المحل معلقين بالنسبه للظلامه. دابا ان شاء الله يشوفوا صالون مفرش ونتمنى يعجبهم ان شاء الله ويغيروا الراي ديالهم. يلاه على مولانا نخليكم على المتتبعين. صح. خصني نعاود المدام ديالي صح شوما دابا غنشدو فيها المتبعين غايقول لي دابا انت يا هاد السيد حسن شاد غير الكاميرا وكدور البنات يهزو تخل ورفض عندي نهزك اختفي انت كاع راه يخطك عليا صافي والله القسم غير يخطك عليا لا تكوني غير مرتاح هذيك هي احسن انتوما المدام ديالي حادقه سيدي وكذا وهذا ايوا ضروري عشان الحمد لله تعلمناها من امي ومن اختي رشيده العروسه ديالنا الكبيره في الدار ونحسبوها الحمد لله اختنا الكبيره امنا كاع اي حاجه كنشاوروها فيها واي حاجه كناخذوا الراي ديالها الا ما شاورناش بحاجه ما كنديروهاش ان شاء الله واخا تكون ابسط حاجه كنعيط لها رشيده واش ندير هذه واش ما نديرهاش واش هذه بحال هكا واش هذه ماشي بحال هكا والحمد لله يا ربي حنا ديما مجموعين الله يخليها لينا ديال يا ربي حتى هي امين امين وقولي لي قدام اللي غنستقبلوا تيتيش شي استقبال خصنا نستقبلهم داكشي ضروري ضروري ان شاء الله المهم بلا ما نحرقوا المفاجاه ما نقولوش ان شاء الله نستقبلوا احسن استقبال كنتسناو فارغ الصبر ومسغى الجهية وداك المولود ان شاء الله ونبوسهم ونعنقهم بجوج الله لا توحشناهم يلا خليكم معنا هذاك ماشي ثم المهم نشدكم لقطات بما تفرش كل ما شاء الله يا ربي تسمع والله الا هذا حق وصاف انا عبرون نشوفوا بعد عاد يلا سير الله انتم طلعت كي جاو على هذا الشكل هذا ومازال ان شاء الله غنشوفوا الاستاذ درام على برا هذه ديال هذه شوف معاك احصى ديال هذه صغيره ما فيهاش ولكن لا والو ديال متر ونص العبار والو بعيده لا راكم حادقات ما عندي ما نقول هذه ديال وخلاص ام حليمه وخاتي يمنى يقول لها كاملين مع تيتي كلهم والله الا كلهم خلاو الدار الصراحه ايوا ما كاين مشكل دابا غدا ان شاء الله يا ربي غادي نستقبلوا عاوتاني احسن استقبال ان شاء الله ضروري وداك الشيء فاعتاب وغنشاركوا معكم كلشي الحمد لله بطبيعه الحال ان شاء الله شي حاجه ما نسلتوها من اعلى المتبعين ديالنا ان شاء الله أيه. مي غنستقبلوا تيتيش حتى غتفوت سبع ايام ان شاء الله يا ربي والله يا حاد قدير ام حليمه انتم شوف 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 بارك الله فيك ومن هنا غادي نمشي للكوزينه وغادي نشوف واش يديروا دوك الناس عاوتاني احنا اش هنا حنا اش كديري حنا اش ديري حنا اش اش حنا واش برداتي عمره داك ولا خاوي اخاوي تنوجد انا غير تحسبنا عمره حنا تحسبنا والو تنوجد غير لختي اختي تيتيش مازال ما كاين خصك برد يكون يديك اه تنساليو اجي بيني وبينك دابا حنا قولي الصراحه اش غادي لنا فاطمه زهر العشاء اه غادي لنا فاطمه زهر العشاء والله ما تاكل غير البيض اويلي شنو؟ ما تفرشيناش مسلوق لا لا مسلوق ادي هذا ما مشكلة ما كان فاطمة زهرة غادي ندير ديرو حنا غادي ندير انا فيه كموسة نخليو عليكم البيض الله يرحمه والديك لا عافاك غير خلينا ناكلو بعدا دابا جيتي ما ديرو ولي تريو فيها حنا غدا نشريو لك غير دابا راه غادي تسد الحانوت لا 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 خليها طيبنا العشاء لا والو غدا غادي نشريو واه حنا ما فيناش الجوع قسما بالله ما درنا كسكروت مزيان واخا غادي نديرو البيض مسلوق فاطمة زهرة الله يهديك فاطمة زهرة دابا ها صافي 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 محمر واش باك عبد الله واش هاد الناس غيديروا لنا شي عشاء ولا والو قالوا لي اخويا غنديروا مع الاخر قالوا كي ما تاكلش واحد التحت ديالو سميتو انت حنا انا وحنا غنديروا واحد التحت يا الله على امور هما داك غيدير لك غيدير تحت صافي حنا شوفوا هاد العشاء كي غيكون تاع ديالك المخرجين غير صعيب انا كاين غلبوك عبد الله لا والو انا كنعرفك كتعرف تصايب واحد الحاجه اللي كنعرف تصايبها مزيان طاجين انا المهم هادشي اللي كنتو كديرو ديرو اش بك انا لفاتو اه انت حنا ما كرهنا والله ما كرهنا ودي نتعشاو الله يرحم الوالدين انا ودي الموت تبعي شنو بغاتو انت ما غاتشوفوا هاد النهار فاطمه زهره حيت قالوا ما حد قال اليوم جبنا امي الدريسيا حتى جبناها اليوم هي وصلت عندنا حنا نديروا لها واحد العشاء مخير صافي عليها مولانا شوفوا هذا الشيء هذا صافي عليها مولانا انتم كتشوفوا الاستاذ جاو على هذا الشكل هذا تبارك الله هكا مزوقين وجاو دوك المطربات ديالهم اللي كانت قالت لكم اختي رشيده ديك النهار على هذا الشكل هذا المهم مازال غنشوفوا ان شاء الله الوصف الحاله النهائيه
ديالو كي غادي يجي وغادي يشارك معاك. قلتوا حصار خصني نعاونك والله الا غيشدو فيا وتتبعينا هاد المره بالله نعاونك. لا علاش بالعكس هادي خدمت العيالات. شوما خلي المدام ديالك بغيتي تاكل خاطر. لا خدمت الرجال. رشيده. رشيده. شوما نخليكم كتقاتلوا غير بوحديتكم هنا. ها هو هادي خدمة العيالات ما فيها عيب، الانسان كل واحد والدور ديالو. ايوا فيها بس. حتى المصور راه تيتعب في التصوير باش يشد الكاميرا واحد الوقيتة اللي هي طويلة ويمونطي وبزاف د الحوايج ويقرا لي كومونتير. صح صح. راه أصعب حاجة. والله عندك هذا واش قلنا خمينة. الله يكبر فيك. فلوكة. اش كتقراي ولا فين شنو هز ديك الشكار؟ اش هادشي هذا؟ أجي نوريهم لك. سيدي الدروس ديالك. مشيدة. غتقراي مزيان. يلا قولي شي تحية للمتتبعين. قولي تحية للمتتبعين. تحية للمتتبعين. وتوحش طاطا تجي حتى تجي للدار. توحش طاطا تجي حتى تجي للدار. يلا قول لهم باي باي عليكم. باي باي. اقراي مزيان. في اطار التعاون وداك الشيء الصالون قريب يسالي خلاص. في سالون. راجع لها الشكل هذا. شنو راشدة ضروري خصها تجي هنا ياك. دابا كنا قلنا له ديرنا 5 ساعة يمكن درنا غير 4. لقيتي غير 4 دابا حاليا. غير 4. تنرجع لعندو غنجي نشوف ان شاء الله يا ربي. نورمالمون تكون وحدها هنا غادي نديروها هنا. معليش كاينة التكاية. كاينة التكاية هنا رشيدة بصح. غادي تمايا. دابا شنو غيبقى لكم رشيدة مازال في هذا الصالون هذا؟ غير الطبالي. دخلوا الطبالي. وحا ما جابناش الطبالي جداد غادي نجيبهم مازال ان شاء الله. غنديرو اللي عندنا ونقضيو بهم. دابا غادي نحاول غادي نشد المتتبعين. كل خطوه الصالون جا في هذا الشكل هذا المتتبعين انتم كتشوفوا. وفي هذه الزواقه تقريبا مع هذا جي اشرح لنا محفصه. هي دابا نشرح شويه. شرحنا لهم تما عند مول المحل هذا اللون اللي في التلميطه راه عندنا في المخده هنا. اييه. واللون اللي في المخده في المخده هذا بحال قري بحال ترابي. أه. هو درناه في هادو الصغار. بصح يعني إيه. حاولنا ما نشاركو قلنا لكم راه عندنا الصباغه هنايا في ماشي بلونكاسي. بلونكاسي. اييه. والشراج في القهويين والباب قهويه. يعني الزريبيه يعني جبنا داك الشيء. شي هو هذا؟ ها الجلسه. دابا شحال كاين السداد هنايا دابا رشيده؟ كاينين دابا خويا السدادة ماشي هما يعني بالعبار داك الشيء البيت شحال فيه من مترو. yeah. دابا هاد السداد فيه جوج مترو. جوج مترو جوج مترو. غير متر ونص على حساب. انت ها وحدها جوج ثلاثه اربعه خمسه. صافي يعني جوج فيهم مسوسه. المهم جات الجلسه زوينه هنا يقدروا يجيو جوج طبالي مثلا. هنا غيجيو جوج طبالي وهنا ان شاء الله يا ربي ندوزو الاسبوع ديال تيتيش. يعني كما كتشوفوا هاد الطبقه الثالثه اللي عندنا فيها بيت الكلاص والصاله وهنا غندوزو شهر رمضان ان شاء الله يا ربي. صافي قررنا اننا نطلعوا من تحت للفوق. صافي ما نرجعوش. ودابا الحاجه اللي مازال غنكتشفوا معكم رشيد المتتبعين هي الطبقه ديالك. أيه. داك الفراش اللي خسرتي ديك النهار اللي تبارطاجينا واش هو اللي خسروا لك منيت ولا كاين شي حاجه اخرى؟ بالنسبه لدوك الاغلبيه المتتبعين ديالنا قالوا لي ديري اللون اللي كان هز حسن. حسن الشيء اللي رديتينا بالضبط. شنو غديري دابا رشيده؟ ربما من هنا يدوز اسبوع تبان لينا شي حاجه جديده ما تعرف يقدر يكون شي شكل جديد لان تقريبا كل شهر شهرين كيبان الجديد بصح كيخرجوا موديلات جداد. وان شاء الله غادي نكونوا عند حسن الظن المتتبعين ديالنا ونديروا داك الذوق اللي هو زويون. والاهم اهم حاجه انها الدار تكون نقيه. صح. يعني راه الدار انا دخلت البيوت كثيره كتلقى داك الشيء بسيط مع داك التاويل اللي عندهم والنقاوه كيبان داك الشيء زويون. يا سلام. المهم هو المراه تكون نقيه في دارها ومتوله دارها. هذا هو المهم. برافو عليك الله يعطيك الصحه والدار رشيده. دابا المهمه ديالكم نتوما سالات انت وحفصه. انا دابا غادي نسيقوا الدار ان شاء الله وغادي نمشي وانا واختي حفصه غنوجد واحد المهمه غنصايبوا دوك الصواني بالكيسان. المهم مازال بزاف الحوايج عندكم يدار. انا عارفه 100% غير تخرج تيتيش من السبيطار غيجيو الناس الجيران حباباتها لان هي من سيدي عدي كما كتشوفوا غيجيو حباباتها خوالاتها عمامتها. الله يعطيكم الصحه على انتي الحفوصه. اه سي حسن اه سي حسن اه سي حسن اه سي حسن
ما فين اخويا كي داير ماشي عمال تحياتي للاخ الكبير انت حسن كتوحشوك اخو فين هضربوا لك يا ناس يا ناس كي داير ماشي عمال كي داير الامور عندك اللهم لك الحمد كي داير ماشي سوق والله الا غير السوق شويه وصافي ديال ما توصل ما دايره والو اخويا ايوا صدر الدي حسن اللهم لك الصحه والسلامه حسن ما كنتش تجيب والله هاد الناس ما داروك العشاء والو حسن وانا ما درتش العشاء اه لا عندك حسن خويا ورجلي وكلشي فيه يا سلام شي دا هذا الزرايا اللي مثل الباب العشاء ما عرفتش غادي لكم ماشي بطاطا مزروقه كنا ما عرفناش اه حسن شي ضربه الوالد هذيك النهار كنا ما طرمش الخشبه هذاك الموضوع هذا الموضوع صليو ترجعوا والله هذا حسن هذا سميتو زعما راه تيتيشوا انا ساكن حسن المعجلات هما معياو تيوجدوا وكذا وفرشوا وصايبوا هذا لا لا غادي يكون العشاء ان شاء الله وما يكون غير خاطركم اكيد راه ما كنغيروكمش يعني كلشي على خاطركم دابا ما عليك غير تمشي توضا تصلي صلاتك وغتلقى العشاء ديالك واجد ما يهمكش ان شاء الله الله يعزيز ان شاء الله الله يعزيز انت حسن وسير اخو حسن ترتاح فيك سير ان شاء الله شنو كاين ماشي واد الناس فين واصلين نتوما خلاص الاشغال ديالكم سالاو وفاطمه الزهراء انا بقات لينا ويا الصباح واي ماشي ما درتو نتوما دوك الناس سالاو هذوك شدوا السال حنا عندنا الموضوع عندنا واي وفاطمه الزهراء كلشي تيسول هذا الشيء على العشاء اه يا ميتي غادي شي حل راسك انا حسن يجري عليا ديك النهار بابا دابا حسن واش عندنا دابا راه حنان هي وعبد الاله وايلي لحتي الكرة عليك ربيت انا الكرة عليا مطورة فاطمة الزهراء حنا ولاني هي تميزي وحنا نطيبو صافي الله يرحمها ديال داكشي غنميزي عليه ايوا صافي حصلت تميزي ايوا صافي نيشان هي تميزي وحنا نطيبو فاطمة الزهراء بابا الحمد لله ما تخافو حتى شي حاجة من ديك الناحية غير كونو حاد قات وتا حاجة ما تخصكم الحمد لله لا كما كتشوفوا المشاهدين ديالنا رحنا خرجنا الدار وساليناها الصالون ديالنا واجد بالسوانيه ببراردو بكلشي مرحبا اللي بغى يجي مرحبا به اش اسمه تبارك الله خلنا غير السياق البيت ديالنا ديال الكلاس ها هو غادي نشوف البيت ديال الكلاس غادي نقول الحنونه تسمح لينا مسكينه ديما كتكون معنا لا لا ما سمحت لك انا والله سمحتي حنا راك خويا وراكم خوتي وراكم عزاز وغاليين الا ما عاونتكمش انا شكون ضروري غادي نعاونكم باش تعاونيني حتى نتوما وهادشي باش غادي الدنيا راكم خوتي ماشي تقول راه نتوما برانيين عليا ولا داك راه تحسبكم خوتي راكم عزاز وغالي الحاجه اللي ضرتني راه الا ما عاودتها لكم نتوما وتوقفوا معايا وديروا ما كاينش اللي غيوقف معايا دير معاك حنان ما تخممش من ديك الناحيه كاع حنان عرفتي دابا شنو خاصنا العشاء ضروري العشاء حنا تنسينو فاطمه الزهراء العشاء العشاء صح العشاء واش كن نهائي ديال الصالون ديالنا نشوفوه مع البنات فهاد الشكل ديال الصالون اي 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 باين زاد درو كلشي دابا حيت تفرش راه باين يبان لهم في الاول ما عجبهمش ولا بعد التعاليق قالوا لك ما عجبهمش اللون المهم هانتوما متبين هانتوما كيما قالت لكم رشيده هذا اللون ديال الزربيه مع هذا اللون مع هذا اللون ديال الحيط واش تناسق واش ما تناسقش داكشي اللي كاين تيبقى الاراء ديالكم اكيد ما طبيعي دابا دي بانينا وعليش باقول كامل طبالي عندكم ما عشريكم لا لا والله العادي مع طبالي كان عندنا في داك الصالون اللي شافوا المشاهدين كان عندنا طبالي دابا اصلا خاصنا الطبالي دايرين هما اللي زوينين يعني حتى في الجلسه وفي الماكله كيجيو زوينين ان شاء الله مازال غيشوفوا معنا طبالي دايرين كل قنت من الله يعطيكم معنا طبالي اليوم زوينين في كوزينه جديده ان شاء الله يا ربي وفيك الكلاس الجديده ان شاء الله وانتظروا المزيد والجديد يلا راه واخا يقول عمي راه عندكم طبالي راه امي تبغى تبقى خلاص خا باش كنبغيو شي حاجه من عمي كنبغسو غير امي يا ولدي شاد والله المهم سمحوا لينا بزاف والله سمح لنا منكم لو علينا شي حاجه صراحه لا امي ولا عمي ولا الدراري الله يرضي صراحه والله الا كنديروا رينا في دارنا اللي بغيناها وتيكبروا بينا تيكبروا بعرايساتهم كلهم الله يطول لهم في العمر كلها لا رجالنا ولا شيخنا وعجوزنا يلا في هاد الاجواء الزوينين بسلامه تنستقبلوا غدا ان شاء الله تي تي باي باي عليكم بسلامه